السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة شهوة ريحانة كمال نقدم لكم اليوم طريقة تحضير بيتزا سائلة، والوصفة سهلة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المقادير: كنحتاج رشة ديال الملح، كيس ديال الخميرة ديال الحلوى، 3 معالق كبار ديال الحليب بودرة، الحليب مجفف، معلقة صغيرة من خميرة الخبز الجافة، ملعقة صغيرة من السكر، بيضة واحدة، كأس ونصف من الطحين، كأس وربع من الماء، وربع كأس صغير أو كأس العنبة ديال زيت المائدة. كنوضع بيضة، نضيف لها الملحة والحليب بودرة 3 معالق، ملعقة صغيرة من السكر، وخميرة الخبز الجافة، ممكن تعوضها بخميرة الخبز المعجونة. نضيف كمية الماء، كأس وربع، ونخلط العناصر كلها مع بعض. كنستمر في التحريك حتى كتنسجم العناصر. ضفت أيضا ربع كأس من الزيت، يعني لم أصور المرحلة. أضيف الطحين، في حالة لم تكن كافية كمية الطحين نضيف زيادة. ينخل الطحين مع الخميرة اللي هي البيكنج باودر اللي كتعادل تقريبا ملعقة صغيرة مملوءة. أستمر في التحريك حتى أحصل على خليط منسجم. أضيف كمية الطحين المتبقية. إذا لاحظتم أن الخليط يعني مازال خفيف، كتضيفوا يعني القليل من الطحين. كنستمر أيضا في التحريك والوصفة كتجي رائعة وسهلة التحضير. يعني لاحظتوا الخليط كيف كيكون، يعني سائل مثل خليط الكيك. كنحتاج القالب ديال الكيك دائري او حسب الشكل المفضل، كندهنه بالزبدة، كنرشه بالطحين، نفرغ الخليط اللي عندي، والحشو ايضا كيبقى حسب الرغبة. بالنسبة للحشو استعملت صلصة طماطم المحضرة في البيت، علبة ديال الطون مصفى من الزيت، زيتون أسود، وبصلة قطعتها شرائح وقليتها في القليل من الزيت والملح وفلفل أسود، وأيضا فلفل دوائر وشرائح شحرتهم في القليل من الزيت والملح. كنوضع صلصة الطماطم على الوجه ديال البيتزا، يعني كنوزعها بملعقة. نضيف البصلة مع الفلفلة المقطعة دوائر وشرائح رقيقة. يمكن نوضعهم بطريقة اللي كتكون عشوائية أو كنقادهم على الوجه ديال البيتزا. كنضيف أيضا البصل. كما لاحظتوا أن الخليط متماسك، ما كتهبطش لينا هذيك الحشوة، غير في النضج يعني كتنفخ.
نوزع العلبة ديال الطون المصفى من الزيت، نضيف الزيتون الأسود، كنوزعه على القالب، كندخلها الفرن اللي كيكون سخون من قبل، يعني كطيب بحال الكيك عادي حتى كتنضج وكتحمر. الكيك بعد ما طاب كنوزع ليه على الوجه الفرماج اللي كيكون محكوك، ونعاود ندخلها يعني بضع دقائق حتى كيدوب، وكنقدمها بالصحة والراحة. إلى عجبكم الفيديو انضموا لقناتي وشاركوني التعليقات ديالكم وبارطاجي الفيديو. شكرا لكم. الشكل النهائي للبيتزا، نخليها حتى تبرد ونزولها من القالب ونقدمها بالصحة والراحة.